أغنى رجل في العالم إيلون ماسك. سنتحدث اليوم عن عقلية إيلون ماسك. أولا، من هو إيلون ماسك؟ كيف يبدأ يوم إيلون ماسك؟ جدول عمل إيلون ماسك؟ طموح إيلون ماسك؟ لماذا إيلون ماسك لا يأخذ لك إجابة؟ أولا، من هو إيلون ماسك؟ هو رجل أعمال كندي حصل على الجنسية الأمريكية، وهو مستثمر ومهندس ومخترع ومؤسس شركة سبيس إكس ورئيسها التنفيذي والمصمم الأول فيها، المؤسس المساعد لمصنع تيسلا وموتورولا ومديرها التنفيذي والمهندس والمنتج فيها. وهو من مواليد 28 يونيو 1971، يبلغ من العمر 52 سنة. صافي ثروته 251.3 مليار دولار. كيف يبدأ يوم إيلون ماسك؟ ثانيا، ينام 6 ساعات يوميا. يبدأ يومه من الساعة 7 صباحا وينتهي 1 ليلا. وإيلون ماسك من محبين السهر. ثانيا، يتجاوز وجبة الإفطار، وأحيانا يتباطى عدة دقائق ليتناول وجبة خفيفة من القهوة السريعة والبيض المقلي. وأيضا من عاداته الذي يصف بأنها لها أثر إيجابي، الاستحمام الصباحي. جدول عمل إيلون ماسك: يعمل أسبوعيا بين 85 إلى 100 ساعة، وهذا كبير جدا، ما يقارب 14 ساعة في اليوم. في وقت لا يتجاوز 5 دقائق يعمل خطة يومية. ويقول ماسك إنه يقضي 80% من وقته في الهندسة والتصميم. يقضي ماسك أيام الاثنين والجمعة والسبت في لوس أنجلوس في شركة سبيس إكس المتخصصة في تقنيات استكشاف الفضاء، والثلاثاء والأربعاء والخميس في سان فرانسيسكو حيث مقر شركة تيسلا. والكثير منا يعرف ما هو عمل تيسلا، اللي هو إنتاج السيارات الكهربائية، والأحد عطلته في رعاية أطفاله الخمسة. طموح إيلون ماسك: إيلون ماسك ليس طموحا فقط، بل إنه جريء أيضا. حافزه هو تحقيق اختراقات. إنه لا ينبع القول، كل ما يريد العمل عليه هو الأشياء التي ستكون مهمة. تخيل إن إحدى طموح إيلون ماسك هو الوصول إلى المريخ وإنشاء مستعمرة بشرية. لماذا إنه لا يأخذ ذاك إجابة؟ يلي هذا الدرس القادم من قصة شركته زوجة ماسك الأولى، هي ستين ماسك. عندما كان يتواعدان في الكلية، ظهرت قدرته التنافسية الشرسة أثناء الاختبارات. سجلت جوستين 97 نقطة في الاختبار، وبينما سجل ماسك 98 نقطة. ولم يكن ماسك راضيا، عاد وأقنع أستاذهما بمراجعة الاختبار. وعندما انتهى الأستاذ من مراجعة الاختبار إلا أعطاه 100. هذا السلوك الذي لوحظه فيه إنه مطبوع في صيغة إيلون ماسك الخاصة للنجاح. أي شخص آخر كان سيسعد للحصول على 98%، لكن ليس هو. لقد أراد على 100% في هذا الاختبار. وبدأت له نتيجة 98% بمثابة لا، لذلك قام بتغييرها. في نهاية الفيديو، لا تنسى الاشتراك في قناة عقلية النمو ووضع زر اللايك. سأقوم بتنزيل سلسلة من عقليات من الأشخاص الناجحين وعقليات الأثرياء. وشكرا لكم على المشاهدة.